بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني العدل الإلهي يعني متناهي في الدقة على مستوى الثقل أو الوزن الذري. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا المبدأ نجده في القرآن، نجد في القرآن الكريم تناسقا وعدلا رقميا مذهلا. الحقيقة أيها الأحبة، ذات مرة خطر ببالي أن أتأمل الآيات التي يقول الله تعالى فيها مثلا: والله يحب المطهرين، إن الله يحب كذا المتقين المحسنين الصابرين إلى آخره. آيات تتحدث عن الله يحب، ولكن هناك آيات أيضا فيها نفس الصيغة ولكن بصيغة النفي: الله لا يحب، والله لا يحب الكافرين المعتدين إلى آخره. الصفات السيئة لا يحبها الله، يحب الصفات الحسنة. لذلك أيها الأحبة، سوف يعني أتأمل معكم في هذا المقطع الصغير: الله يحب، كم مرة تكررت؟ الله لا يحب، كم مرة تكررت؟ لنكتشف معا العدل الإلهي على مستوى الكلمة في القرآن الكريم أو على مستوى المحبة. وسوف نلجأ إلى برنامج إحصاء القرآن الكريم أمامنا. طبعا أيها الأحبة، يعني هنا يمكن في مربع البحث أن نكتب الله تعالى، كلمة الله وكلمة يحب، ثم نبحث. لدينا كما نرى هنا 16 نتيجة، كما نرى أمامنا عدد الآيات 16. إذن الآيات التي ورد فيها عبارة أو وردت فيها عبارة الله يحب 16 مرة، كما نرى أمامنا في 7 سور طبعا. طيب ماذا يحدث لو بحثنا عن العبارات التي تتحدث عن الله لا يحب، هذه الصيغة بالذات؟ قبل ذلك انظروا معي: إن الله يحب المحسنين مثلا هنا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المقسطين أي الذين يحكمون بالعدل، والله يحب المحسنين. إذن كلها أيها الأحبة صفات للمحسنين المتقين الذين يقيمون العدل، هؤلاء الله يحبهم. وردت هذه العبارة الله يحب 16 مرة بالضبط. طيب ماذا عن العبارة الأخرى المعاكسة لها، الله لا يحب؟ دعوني أكتشف معكم كم مرة تكررت. طبعا سوف نكتب هنا في مربع البحث في الأعلى، سوف نكتب الله لا يحب كما نرى هنا، الله لا يحب، ونبحث. سوف تكون المفاجأة أيها الأحبة أن هذه العبارة أيضا تكررت 16 مرة بالضبط، تماما نفس الرقم، سبحان الله.
يعني عدل إلهي على مستوى الذرة، سبحان الله. وإذا تأملنا الآيات طبعا سوف نجد إن الله لا يحب المعتدين، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب كل كفار أثيم، فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين، تأكيد من خطورة الظلم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، طبعا إلى آخر الآيات. أيها الأحبة، الحقيقة أحبتي في الله، يعني أمام هذه الظاهرة، ظاهرة التناسق الرقمي في القرآن الكريم، والتي لا يمكن لإنسان عاقل أن يصدق أنها جاءت عن طريق المصادفة، إذا بحثنا عن عبارة الله يحب وعبارة الله لا يحب نجد نفس الرقم تماما، نفس العدد الآيات، هنا 16 آية وهنا 16 آية، وكأن الله يريد أن يقول لكل إنسان ملحدا أو مؤمنا أنه عادل حتى في محبته أو توزيع هذه المحبة، ولا يظلم مثقال ذرة. أسأل الله تعالى أن يعني تكون هذه المعلومة نافعة لكم أيها الأحبة، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.